إن فرعون زعم الألوهية لكنه جعل له آلهة صغارا، فقوله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لأنه في نظري هو الإله الأعظم الأكبر. وإذا قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ففهم أن هناك آلهة تابعة لفرعون، وأنه أمر قومه أن يعبدوها، وأن عبادتهم لها هي عبادة له لأنهم أطاعوه.